عروض جديدة قدمها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي للعملاء الغير الأجراء كاسنوس للاستفادة من جدول الدفع بالتقسيط عن طريق دفع الاشتراكات الخاصة بالسنة الجارية، إضافة إلى تخفيضات في العقوبات تصل من 50% إلى 100%. كاين ميزات كثيرة، كاين مثلا فيها الأداءات، عندنا لا كارت شيفو تاعو اسخا اكتيفي، تكون اكتيفي يقدر يشري الدواء باطل، اسمها يقدر يا لا بريزون شارج تاني تاع لي كلينيك تاعنا، اون برون لي زاسوجيتي تاعنا نديروهم عندهم ايزون دووا ا دي بريزون شارج. من جهة أخرى حذرت المديرية الولائية للصندوق الوطني للعملاء الغير الأجراء المشتركين المتأخرين عن الدفع في الأجال المحددة من عقوبات تحرمهم من الامتيازات التي يقدمها الصندوق للمشتركين. عندنا يجو صح ابتداء من 1 جويلي لو 1 جويلي يدخلوا في يدخلوا الغرامات غرامة التأخير. انا سي بور سا انا جو لونس ان ابل ندير نداء للمنخرطين لي زاسوجيتي تاعنا باش يجوا يخلصوا قبل 30 جوان لتفادي دفع غرامات التأخير. امتيازات رحب بها المشتركون واستحسنوا مستوى الخدمات والحقوق الممنوحة من طرف الصندوق الوطني للعملاء الغير الأجراء. C'est très bien passé. Je suis annoncé à eux. 96 ans, cotisé à eux. J'ai jamais eu de problème. Je suis parti à 9 heures. Allah, alhamdulillah. Un albar a eu un problème avec la chouia. J'ai été quand même avec eux. C'est très bien passé. Et même, on a parlé des choses qui vont se passer. Parce que quand j'ai eu un retard, alhamdulillah, ma quatre jours et le jour où j'ai trouvé ça, c'est là. C'est le cas là où. استغلال الفرصة التي يمنحها الصندوق لمشتركيه هي ميزة تسمح للعمال الغير الأجراء في ضمان مستقبلهم ومستقبل عائلاتهم.